أهلا بكم من جديد في هذه الحلقة الخاصة عن مواقع التواصل الاجتماعي امتدادا لتغطيتنا الكبيرة منذ بدء التفجير الإرهابي الذي حدث يوم الجمعة الماضي، حيث اقتحمت وسائل التواصل الاجتماعي حياتنا وتمكنت من تصرفاتنا وسيطرت على عقول بعضنا ووجهت تفكيرنا كل على حسب. تولت أيضا دورا اجتماعيا مهما بتواصل سريع مع الأهل والأصدقاء وكجسر بين العائلات المتفرقة، وتولت أيضا دورا في التطوير المهني والأكاديمي، وتحولت ملاذا للباحثين عن عمل ومنجما من ذهب للساعين إلى مشاريع مختلفة. إذن خلقت وسائل التواصل الاجتماعي حالة من الانفتاح الاجتماعي، حيث يستفيد الجميع من تجارب الجميع، ولكن كيف حولها البعض إلى وسائل تنافر اجتماعي؟ كيف يدخل شخص عليها ولا يخرج إلا باستخدامات منحرفة وتتبدل شخصيته إلى متطرفة؟ كيف عزلت أفراد الأسرة الواحدة في جزر منفصلة؟ كيف تحولت مرتعا للشائعات المغرضة والأفكار الضالة والسلوكيات المدمرة؟ وأخيرا كيف ننقذ أبناءنا وأنفسنا من المضي في طريق لا عودة ونعود إلى فطرتنا ونتواصل مع مجتمعنا بلا وسائل ولا وسائط؟ أرحب بضيوفي داخل الاستوديو الزميلين العزيزين الإعلاميين عبد الوهاب العيسى وعبد الله أبو فتين في هذه اللحظات التي تعيشها الكويت. أنا قبل أدخل إلى صدر موضوع حلقتنا كما نوهنا وسائل التواصل الاجتماعي كونكم متميزين في هذا الجانب، انطباعك عبد الله في الأحداث التي مرت فيها الكويت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بداية أشكركم على هذه التغطية الاحترافية على هذا الدور الكبير الذي يقوم فيه تلفزيون الكويت خلال الفترة الماضية. تحزن بداية على مثل هذه الأحداث أن تحدث في الكويت، تحزن بأن هذا المجتمع الآمن المتحاب المتعايش يعاني اليوم من التطرف ويبكي شهدائه بسبب خطاب الكراهية، إلا أن بالمقابل نهنئ أنفسنا بأن هذا المجتمع اجتاز هذه التجربة بكل نجاح. ما عدنا إحنا اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي محتاجين نحث الناس على اللحمة. اليوم مشهد اللحمة كان ملحمة وطنية صادقة بدأها صاحب السمو أمير البلاد عندما توجه مباشرة ودون إعاز من أحد وبدون أي تفكير إلى مقر الحادث، دخل دون حماية، دخل دون تفكير، قال هذول عيالي، وشارك في الدفان وشارك في العزاء. واليوم صاحب السمو أيضا تكفل بترميم مسجد الإمام الصادق عليه السلام، لذلك المشهد كان مشهد جميل. وإذا بالمناسبة مجلس الوزراء أضاف إلى قائمة شهداء الكويت شهداء مسجد الإمام الصادق رحمة الله عليهم. الأمانة اليوم المشهد اللي قاعد نشوفه جميعا أن يعني يكون عزاء هؤلاء الشهداء في مسجد الدول الكبير، رسالة راقية جميلة وصلت صادقة. يعني لو كان في أحد مخطط بأن هذا الموضوع يتم بهالطريقة هذه عشان يبين لحمة المجتمع الكويتي لما وصل بهذه الطريقة الجميلة المثالية التي وصلت يمكن إلى الجميع. لكن أنت كنت في موقع الحدث؟ نعم أعتقد. نعم ذلك. أنا حضرت إلى موقع الحدث بعد الانفجار مباشرة. نعم. كيف شاهدت الوضع في البداية وكيف رصدت أيضا شعور الناس؟ يعني احنا نتكلم الآن مع شاهد عيان بغض النظر عن الإعلامي، الآن الإنسان الكويتي اللي شاف بعين الآن اللي حدث. الناس مفجوعة، الناس ما عرفت شنو كان السبب. ناس تقول انفجار، وناس تقول كهرباء، وناس تقول سلندر غاز، وناس كانت مفجوعة. الناس تبحث عن أقربائها، الناس تبحث عن أحبائها، كل واحد قاعد يدور أبوه أخوه أهله اللي كانوا داخل. الشباب الداخلية ما قصروا، شباب الإسعاف ما قصروا بذاك الوقت، بدأوا الناس كانت مشحونة باللحظات الأولى. أول ما أي مسؤول من الدولة كانوا يروحوا له ويحثون على أنه يبوهم، طلعوهم، صيدوهم، محتاجينهم، وقفوا هذا الخطاب الكراهية. الناس كانت مشحونة، إلا أن الأمانة ما تسمع كلمة إساءة، ما تسمع إلقاء لوم واتهامات على أحد. كانت الناس على قدر المسؤولية. مشهد مؤلم. كانت الناس على قدر المسؤولية. نعم. جميل. نعم. عبد الله، هذه الكلمة عبد الوهاب ننتقل حقك. كانت الناس على مستوى المسؤولية. اليوم احنا في فضاء مفتوح خصوصا في قضية التواصل الاجتماعي، تويتر تحديدا والإنستغرام وهالأمور.
من خلال الآن مسح كامل، وأنت الآن من أيضا المستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي، هل تعتقد بأن المسؤولية الآن الأخلاقية على المغردين كون أكبر قدر ممكن من الناس اللي قاعد تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي وهم من فئة الشباب، كيف تعامل الشباب الكويتي مع هذه القضية؟ نعم، بداية أشكركم على هذه الاستضافة، وأتقدم بأحر التعازي القلبية لمقام صاحب السمو الأمير ولسمو ولي العهد والقيادة السياسية وأسر الشهداء وكل أهل الكويت على هذا المصاب الجلل. ويعني يمكن أنتم في الفترة اللي طافت الله يجزاكم خير كنتوا تغطون بشكل موسع. عندي بعض النقاط اللي أحب أني أركز عليها الإيجابية أمانة اللي تابعناها في من ساعة الانفجار إلى يومنا هذا. أبدأ في تماسك مؤسسات الدولة وتفاعلها بشكل سريع، أخص بالذكر وزارة الإعلام وأيضا وزارة الصحة، الأخوان في وزارة الداخلية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في تعاطيها مع هذا الحدث. النقطة الثانية، ويمكن أنا كشاب كويتي عمري كان أيام الغزو سنتين، كنا نسمع عن تلاحم الكويتيين كقصص كروايات في الخيال، لكن على الصعيد الشخصي كعبد الوهاب ما عشت هذا التلاحم، أسمع فيه بالغزو من أهلي من ربعي من الناس اللي عايشوه. فأنا على الصعيد الشخصي عشت حادثة استثنائية لنفسي، وهو شفت في عيني وتعايشت مع القصص اللي كنا نسمعها عن أيام الغزو وعن تاريخ الكويت وعن تاريخ الكويتيين من تلاحم وغيره من هذه الأمور الإيجابية. واللي يعني أسعدني أكثر إن هي كانت أحلى من القصص اللي نسمعها، يعني أكبر وأجمل وأرقى وأنقى من يعني السوالف اللي كانوا يقولوا لنا إياهم. فيعني بكل فخر تابعت هذه الأحداث وشاركت يعني بتغطيتها، وأتمنى أني كنت يعني كان دوري في الفترة بحكم موقعي كناشط في مواقع التواصل الاجتماعي، أتمنى أني كنت يعني كنت داعم ومساند لمؤسسات الدولة في إيصال الرسالة الصحيحة، في إيصال المعلومة في وقتها، في نفي الإشاعات اللي كانت موجودة في ظل غياب رسمي كبير في مواقع التواصل الاجتماعي. وهذا موضوعنا اللي راح نتكلم فيه يعني بشكل موسع بعد قليل. في صدر هذا اللقاء، لكن أنت يعني سجلت انطباعاتك عبد الله بين النعمة والنقمة. تأرجحت مواقع التواصل الاجتماعي، مواقع التواصل الاجتماعي كالرشاش بيد الأطفال. نتكلم مو على الشباب الآن أو الاستخدامات بغض النظر عن الفئات العمرية، لكن ما في ضابط أو معايير محددة. الآن الكويت تعيش ظرف استثنائي، ما وجدنا هناك تراشق في قضية الآن رمي التهم، وبالتالي ليس هناك ضابط أو حصانة من بعض المغردين سيما في الكويت برا الكويت، لأن القضية أصبحت دولية. حدث في فرنسا، في تونس، في الكويت. شوف، خلينا نرجع إلى ما قبل هذه الحادثة. اليوم احنا قاعد نناقش بعض النتائج، استعرضنا وقلنا بأن الشعب الكويتي سطر مشهد رائع وجميل ورسالة تماسك حقيقية، ولكن خلينا نرجع إلى دور وسائل التواصل الاجتماعي فيما قبل ما حدث. اليوم يجب أن نواجه هذا الفكر التكفيري الإرهابي الظلامي، الفكر الذي لا يقبل الآخر. هناك من كان يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي للتحريض على الآخر. مع الأسف الشديد هناك بعض الأسماء معروفة وكانت تقول آراءها جهرا وعلانية في وسائل التواصل الاجتماعي ضد الآخر، أيا كان الآخر، إن كان مذهب آخر، دين آخر. بس هناك قانون الوحدة الوطنية عبد الله يطبق. نعم نعم نعم، أتمنى أن يطبق. اليوم إذا عدنا إلى وسائل التواصل الاجتماعي فيما قبل هذا الحادث، سترى بأم عينك بأن هناك حسابات كانت تهلل وتصفق لما تقوم به داعش من أفعال مشينة جهارا نهارا. هذا الدور السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي. اليوم قد يكون للبيت، للمدرسة، لدور العبادة ودور العلم ومؤسسة التربية بشكل عام والإعلام لهم دور، ولكن ما دام حديثنا مخصص عن وسائل التواصل الاجتماعي، وسائل التواصل الاجتماعي مع الأسف الشديد في كثير من الأحيان كانت تروج للعنف ولا تروج لقبول الآخر مع الأسف الشديد. نعم، وثقافة الحوار اليوم
أصبحت أنت تقول رأيك وعبد الله يقول رأيه وعبد الوهاب يقول رأيه. قبل كانت الآراء تنقال بالديوانية بحوار بيمعة معينة، اليوم كلنا قمنا نقول رأي. لا، بشكل عام الناس بدأت تقرأ آراء الآخر وتسمع آراء الآخر، والشيء اللي كان مخفي ظهر إلى العامة. ولكن أنا أحمل وسائل التواصل الاجتماعي ومن كان يشاهد ما يدور في وسائل التواصل الاجتماعي دون أن يضع يده على رجل، هناك منابع معروفة، قنوات، كتاب، أسماء واضحة ما كانت تخجل من إبداء آرائها بالتحريض ضد الآخر. هذا هو دورنا. وسائل التواصل الاجتماعي اليوم أنا أشوف بينها تعاملت مع الحدث، يعني العدد كبير من الزملاء منهم عبد الوهاب العيسى تعامل بكل حرفية، نقل الأخبار من المصادر. أنا هذا السؤال يا عبد الله ما بيقاطعك، بس أقول حق عبد الوهاب الدور الكبير على النشطاء في التواصل الاجتماعي. يا عبد الوهاب شلون ممكن إن نوضح هاللغط اللي قاعد يصير الآن؟ يعني الناس الآن قاعد تنقل أخبار غير سليمة، قاعد تتراشق بألفاظ غير سليمة، غير وطنية، في مسؤولية، في ناس ما تعي هالمعايير، ما تعي هالموضوعية، ما تعي هالشفافية، ما تعي اللحم الوطنية. دورك الآن، أنت الآن مرات أنت يكون عندك أيضا أخبار حصرية عبد الوهاب. نعم، يعني قبل لا أتكلم عن دوري في نقل الأخبار على الحادثة اللي صارت، ببدي مثل ما بدأ أخوي عبد الله بالحديث قبل يعني مواقع التواصل الاجتماعي قبل الحادثة عشان الناس تقدر تفسر وتحلل اللي قاعد يصير اليوم في مواقع التواصل الاجتماعي سواء كان في الإيجاب أو بالسلب. يعني في الكويت تاريخيا من كان له حق النشر أشخاص يعدون في الأصابع، اللي كان عندهم رخصة النشر بعد مو رؤساء التحرير، يعني رؤساء التحرير يعني موظفين كبار، ملاك الصحف نفسه. فأنت أن تنتقل من 5 أو 10 أشخاص إلى مليون كويتي في 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 يعني أشهر قليلة كلهم يكون لهم حق نشر مثل حقوق أصحاب الامتياز لهذه الصحف، طبيعي أن يكون هناك يعني ندخل في فوضى، وطبيعي يكون هناك قانون للنشر الإلكتروني عشان ننظم المسألة أيضا. يأين على موضوع النشر الإلكتروني بس كل مكانة يعني تاريخيا فهذه الفوضى بالنسبة لي كانت جدا طبيعية على الرغم من سلبياتها. يعني ذيك الأيام والمغردين في مواقع التواصل الاجتماعي والناشطين هم يعالجون نفسهم بنفسهم. يعني ذيك الأيام أتكلم عن 2009-2010 بدايات تويتر، كانوا النجوم في مواقع التواصل الاجتماعي أصحاب الحسابات الوهمية، يعني اللي عندهم حسابات وهمية كان هم اللي لهم دور كبير في صناعة الخبر وترويج الإشاعات الإيجابية وصناعة رأي عام وقضية أيضا. اليوم في 2015 أي واحد يبطل حساب وهمي ما يحصل هذا يعني التأييد أو هذه المتابعة أو إلى آخره، بكثر ما أقول لك صفر ولكن مو مثل ما كانت أيام 2009. فالناس شوي شوي بدأت توعى، قامت تبي تروح حق شخص تعرفه تثق فيه جربته متابعته صار لها سنين تدري هو صادق في نقل المعلومة أو غير صادق. فبدون لا نتدخل في مواقع التواصل الاجتماعي بدأت الناس ترتب نفسها، الناس من كيف تفلتر نفسها، تنظف نفسها داخل مواقع التواصل من غير قانون وترى الكويت من عمر الدنيا كانت تحاول تسن قوانين ما تقدر. أنا أذكر كانوا يبون يسوون قانون يحجبون الفيسبوك في مجلس الأمة في سنة من السنوات، على ما تشرع القانون وتطلع لائحة التنفيذية الناس هدت فيسبوك وراحت على تويتر. بتروح ما ينطبق على فيسبوك ينطبق على مو بالضرورة مو بالضرورة لأنها متغيرة، وبالتالي إذا أنت كل أبليكيشن جديد بتشرع له قانون الناس بطبيعتها متغيرة. وين تويتر اليوم؟ وين إنستغرام؟ وين سناب شات؟ وين قبل فيسبوك إلى آخره؟ طيب شو الحل؟ بس بفهم أنا شو الحل والمسبب الرئيسي لهذه أو استمرار هذه الفوضى إذا كنا بنسويها فوضى هو غياب الجهاز الرسمي للدولة عن متابعة هذه الأحداث. أنا بعطيك حادثة صارت من الكويت قبل كم شهر اللي هي لما انقطعت الكهرباء. حلو؟ شو اللي صار لما انقطعت الكهرباء؟ ما دخلنا في يعني لغط وإشاعات كثر اليوم. ليش؟ لأن وأذكر أنا هذه الحادثة أول شيء تلفزيون الكويت وطبعا غطاها بشكل جيد، ولكن في كثير وأغلبية الناس اللي ما كان عندها كهرباء ما كانت تقدر تشوف تلفزيون الكويت. فأذكر أنا الدور كبير قام فيه شيخ محمد العبد الله واتصل علينا واتصل على مجموعة من الشباب اللي عندهم يعني المؤثرين في المجتمع. نعم. دق على 5-6 قال يا جماعة همتكم معنا احنا في حالة أزمة وفي حالة طوارئ. لما احنا دخلنا مواقع التواصل الاجتماعي صار عندنا رأس نمشي وراه كلنا
اللي هو وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اللي وين كان؟ كان في داخل الكنترول روم لما انقطعت الكهرباء. فقمنا نرتوت حق شيخ محمد العبدالله إلى جانب جهد وزارة الإعلام طبعاً. ها؟ إلى جانب جهد وزارة الإعلام طبعاً أكيد يعني أنا أتكلم عن السوشيال ميديا. وراح أقول لك ليش وزارة الإعلام ترى ما كانت موجودة بالسوشيال ميديا. يعني إحنا قمنا في دور أكبر من وزارة الإعلام بالسوشيال ميديا في ذيك الفترة في ذيك الفترة. وراح أتكلم أنا عن وزارة الإعلام أيضاً أدوارها الإيجابية وشلون إحنا ممكن نعالج. لا تبخس حقنا. لا 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 سلمك أنا قاعد أتكلم. لا ما في شك أنا قلت في بداية حديثي دور كبير لوسائل الإعلام والتلفزيون الكويت في يوم انقطعت الكهرباء والأيام هذه. لكن أتكلم عن السوشيال ميديا مواقع التواصل. شيخ محمد العبد الله كان كل دقيقة ينزل تغريدة ردة هني انقطعت هني. صار بالناس قامت تتابع محمد العبد الله أو تتابعنا اللي إحنا نرتوت حق محمد العبد الله. ماكو إشاعات. وينكم اليوم يا يعني الوزراء؟ طبعا أنا مقدر يعني مقدر اللي قاعد يحصل اليوم. وزارة الداخلية نشطة في الانستغرام زين. وين انت قصدك قاعد تتكلم على الشائعات عدل؟ انت قاعد الآن تقول وينكم يا الوزراء قصدك تتكلم على الشائعات؟ الدولة مو بس الشائعات. الدولة هي تملك القدرة في يعني قيادة. يعني مثلا الاخوان في الاعلام السعودي على سبيل المثال اقرب اعلام لنا اطلقوا عبر ام بي سي وهي القريبة للحكومة السعودية هاشتاج غرد بالخير. حملة سعودية ضخمة كل وسائل إعلامها اسمها غرد بالخير. سمعت فيها أكيد صح ولا لا؟ والناس راحت تغرد بالخير خلف قيادتها. اليوم وين قيادتنا في توجيهنا داخل مواقع التواصل الاجتماعي؟ ما كانوا موجودين. ما كانوا موجودين. بس عفوا عبد الوهاب وزارة الخارجية لها حساب. نعم. والإعلام لها حساب. نعم. وزارة الدولة لها حساب. أعتقد وزارة الداخلية ما لها حساب. وزارة الداخلية عدل عبد الله وزارة الداخلية ما لها حساب. والله أنا لكن أيضا بغض النظر الآن عن الحسابات. شوف انستغرام عندها وزارة الداخلية. إيه عندها انستغرام. هذا شوف دليل فهم خاطئ. هذا دليل فهم خاطئ للدولة لمواقع التواصل الاجتماعي. مواقع التواصل الاجتماعي تعتمد على الفردية ولا تعتمد على المؤسسية. وبالتالي غلط يكون مثلا لتلفزيون الكويت حساب فقط. لا صح إنه يكون لكن ما يكون هو. لكن نحتاج حساب رسمي لوزير الإعلام. حساب رسمي لوزير الخارجية نفسه. حساب رسمي الملك سلمان اليوم عنده حساب رسمي يديره الديوان الأميري. ليش ما في وزارة الإعلام الديوان الملكي الديوان الملكي عفوا وزير الإعلام مفروض يكون له حساب رسمي يديره وزارة الإعلام الفردية تعزيز الفردية. الناس ما تبي تتابع مؤسسات. اليوم أنا أشتغل في الوطن ولا أشتغل في الرأي ولا أشتغل في أي مؤسسة إعلامية تلقى اللي تابعوني أكثر من المؤسسة نفسها مع أني أنا الموظف اللي أشتغل حق هذه المؤسسة. في كثير مذيعين في تلفزيون الكويت بس الناس يمكن عشان تثق فيك عبد الوهاب. لا تعزيز الفردية هي الإعلام فردي فردي الدش مؤسسة الناس ما تبي لأن الحساب قصده أن الحساب شخصي في الحساب فردي. شلون نقدر يعني نعالج هالنقطة؟ الناس خفت على الإعلام الرسمي وخفت على الإعلام حتى في القنوات الخاصة واتجهت إلى التويتر والإنستغرام كما يعني ذكر عبد الوهاب وقال إنه أيضا في قضية الكهرباء. اليوم شلون نقدر إحنا أيضا نسوي جسر الهوة إذا نقدر إحنا نقرب المسافة بين هالتناقضات؟ عبد الله شو أنا شوي عندي هم أكبر. اليوم الكويت فقدت شهداء وما ودي بأن هذا المشهد يتكرر مرة أخرى. اليوم ضرب مسجد معين لطائفة معينة غدا مسجد آخر لطائفة أخرى. احنا قاعد نتكلم بموضوع جميل وهو تواجد المؤسسات والحكومية داخل وسائل التواصل الاجتماعي. أنا عندي هم أكبر. عندي اليوم ما هو دور مؤسسات الدولة في أن هي تحد من هذا الفكر المنحرف؟ أنا عندي هم بأن ما أشوف أحد من أحبابي يقتل مرة ثانية ويستشهد في مسجد أثناء الصلاة. الناس بدأت تخاف مو في مسجد واحد ولا فئة معينة. طيب ولا عبد الله هذا فكر كيف راح تحاربه؟ إذا تحاربه أنت بالحجج وبالمنطق وبأيضا نفس الأعذار اللي هم يتوهمون فيها أنت راح تعالجه في 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 المنطق. طيب أنت الآن راح تعالجه جذريا أم راح تحد منه؟ خلنا نحط أمامنا عدة خيارات. أنا أبي أقسم الخيارات اللي قدام عيني اللي أذكرها إلى موضوع المناهج والتربية وإلى وسائل الإعلام التقليدية وسائل التواصل الاجتماعي راح أرجع لها. والأسرة لا تنساها. والأسرة طبعا أكيد 100%. اليوم لما وزير التربية بدر العيسى أمس كان عنده تصريح بأن احنا سنواجه الفكر المنحرف من خلال المناهج في ناس ما عجبها. في ناس اعتبرت بأن هذا هجوم على التيار الإسلامي الديني. لا أبدا. أول شيء في تصريح الوزير لم يتطرق إلى أن هناك ما قال صراحة بأن هناك دعوة للتكفير ولا لعدم احترام الآخر.
إلا أن مناهجنا تفتقر إلى التقريب. احترم الآخر. النظرية. أنا ما أقول لك حب الآخر. تقبل الآخر. تقبل. تعايش. خلينا نحترم بعض. الآخر مو المختلف معك في المذهب فقط. الآخر هو من يختلف معك في العائلة، في الأصل، في النسب، في المكون الاجتماعي، في المنطقة، في اللون، في الأفكار. هذا هو الآخر. احنا في مجتمع لا يحترم الآخر. لذلك موضوع عدم تقبل تصريح معالي وزير التربية، لا أبدا، وزير التربية ما أشار. وبعدين ليش نزعل اليوم؟ لازم ما نحط رأسنا بس انت قلت في احنا في مجتمع. نعم. لا يحترم الآخر. احنا نوقف النقاط. نعم. احنا نقول. نعم. احنا في. نعم. مجتمع عبد الله يحترم الآخر. نعم. وبالتالي تسولف عليهم هؤلاء ممكن. نعم. نشاز، والنشاز. نعم. دائما حال استثنائية. نتكلم على القاعدة العامة عبد الله. صدقني. يعني انا لو اطوف لك هالكلمة راح يقول لك ليش ما سألتك. لا ولا اطوف لك. صدقني احنا هذا اليوم ماكو أجمل من المشهد اللي سواه المجتمع هذا اليوم. كان مشهد رائع. أنا أقصد بشكل عام لما نرجع إلى إلى أن طبعاً أكيد أنا أتكلم عن حالات فردية. لما اليوم شخص شاب مواليد 92 يروح ويطير إلى الكويت ويدخل من مطار الكويت وربعه عن طريق أنه يصيب مثل ما ذكرت جريدة الجريدة اليوم يدخلوا له الحزام الناسف وغيره. هذا شاب مواليد 92، من اللي زرع في رأسه؟ طيب هذا عاش 17 سنة في عمره يعني في انحراف فكري شديد الخطورة. أنا بسألك الآن، أنت الآن في مواقع التواصل الاجتماعي يدخلون عليك ناس في المنشن والخاص. نعم. وتعاملت معاهم. نعم. طيب أنت الآن كيف تفسر هالحالة؟ كيف بني آدم صغير يبيع عمره بهذه الصورة؟ كيف ينغسل مخه؟ الآن أنت تعاملت مع الشباب وشفتهم ودش وفي يعني سجلات بينك وبينهم. لأن هناك مجموعة كبيرة لا تحترم الآخر. لأن هناك مجموعة كبيرة تعتقد بأن هي من عليها أن يحكم ما في قلوب البشر. هناك مجموعة تعتقد بأن هي من يجب أن تقوم أفكار الناس وعقائدهم وغيره. هذا اللي صار. هذا الولد ضحية لمجموعة قالت له بأن الآخر أيا كان مو صح، غلط، كافر، راح يدخل جهنم. أنت باللي راح تسويه راح تنقذ الإسلام، يعم الإسلام. إحنا نعرفهم هذيلا، معروفين. أجهزة الدولة اليوم تعي تماما أين هي منابع هذا الفكر الإرهابي. شو راح نتصدى لهم عبد الله في قضية بعض الحسابات سواء. نعم. الوهمية أو الرسمية أو تتبنى الخطاب الديني المكروه إنجاز التعبير. شو راح تتعامل معه؟ قول اليوم قول بعض الحسابات هذه راح ندش موضوع القانون والتجريم، القانون الجرائم الإلكترونية. أكو قنوات. أكو قنوات لا، وفي قنوات مو يعني في قنوات كويتية ما أبي أتكلم الحين مباشرة عن موضوع التحريض ضد الآخر. هناك ناس حرضوا على القبائل، وهناك حرضوا على الحضر، وهناك حرضوا ما بين المذاهب، وهناك قناة تبنت شخصيات بالكامل كانت تعزز وتكرم وتعطى مساحات وساعات على بس كان لها القانون أيضا. وإن كان القانون عبد الله يعني تأخر نوعا ما، لكن أيضا نظر لإجراءات القضائية لما صارت ما بين القبائل والحضر قبل فترة. لما صارت اليوم الناس بدأت تخاف على أبنائها تروح تصلي في المساجد. يجب أن يكون هناك حزم في إغلاق هذه القنوات. منابع هذا الفكر معروفة للطفل، مو لي أنا ولك أنت ولا الوزير ولا المسؤول، معروفة. يجب أن نكون يعني خلاص، ما لا نريد أن تتكرر مثل هذه المشاهد المأساوية. خسرنا بما فيه الكفاية. خلينا نقول حق عبد الوهاب أيضا، أشرك عبد الوهاب، شون شفت عبد الوهاب ردة فعل الدولة أيضا على اللي قاله الآن عبد الله أن يجب أن تكون في ردة فعل قوية خلال الناس اللي تتبنى الخطاب المنحرف، الناس. نعم. اللي تتكلم على أمور لا يمكن القبول فيها. قانون الوحدة الوطنية قاعد يطبق. أنت. نعم. قاعد تشوف الآن أن أيضا اليد الحازمة في تطبيق القانون سواء وزارة الإعلام أو وزارة الداخلية. قاعد شلون شوف قاعد تشوف الوضع؟ نعم، أنا أشوفكم يعني في الحديث تركيز عالي على موضوع القوانين وتطبيق القوانين وتشريع القوانين. وأحب يعني أذكر الناس بكلمة قالها الدكتور عثمان عبد الملك رحمة الله عليه في مقدمة كتابه، بأن مكامن الحرية هي ضمائر حية وعقول زكية وعقول ذكية، فإن خمدت روحها في مكامنها فلا دساتير تمنع، فلا دساتير تنفع، ولا قوانين تردع، ولا محاكم تمنع. فالنقطة مش في تشريع القوانين، النقطة في وعي الناس وتلقيهم لمثل هذا النوع. إذا كان المجتمع فاسد مهما تشرع فيه قوانين لا يمكن
انك تحل المشكله. طيب الهدف من القانون بالتالي عشان كذي احنا لما صار في عندنا مواقع تواصل اجتماعي ضعنا بموضوع القوانين، ما احنا عارفين حتى ان نشرع قانون خاص في مواقع. كم سنه احنا بالكويت نتكلم عن الاعلام الالكتروني؟ لا، الحياه البرلمانيه كانت غير مستقره، وامر طبيعي انك الان تشرع القانون. الحكومه قدمت الان القانون واعتقد يوافق عليه مجلس الامه، لكن انا الهدف من القانون الجزاء. نعم. انت الان لما الانسان يسيء استخدام عبد الله معاي. نعم. يسيء استخدام تويتر وطيب لا حسيب ولا رقيب، وعلى ما يذهب ويسب الناس. واضح. ويتطفل على الاخرين. زي وإذا كان برا الكويت اتفاقيات امنيه ليس حل، يعني انت عندك اكثر حساب وهمي اكثر من خيار، يسجل على روسيا ويسجل على الصين الموضوع شو الحل؟ انت الان ناشط، عطني الحل. يعني لما قلت في بدايه حديثي عن ان الوعي نركز على الجوانب الايجابيه في الحادثه الاخيره. داعش بالنسبه حق الكويتيين شنو كانت؟ شنو داعش حق الكويتيين؟ داعش مجموعه ارهابيه في وجهه نظر البعض، و عند نظر اخر عند وجهه نظر تقاتل في سوريا وفي العراق، يعني وهي عباره عن فيديو واتساب ينتشر بين فتره وفتره. إيه وصور مؤلمه. اي صور مؤلمه. هذه داعش يعني ما كنا، وبالتالي يسهل على المتعاطف بان يبرر هذه الافعال والى اخره، وبالتالي تلقى الجدل يصير من تأييد لداعش او غيره في مواقع التواصل الاجتماعي. وفي كثير ترى يعني في كثير نسبة كبيرة من مجتمعنا مع الأسف لا تبي تأيد ولا تبي تحارب. ليش؟ يقول لك الأسلم إني أسكت ما أدري. إيه بس يعني الخطورة إنك تتبني الخطاب. هذه الخطورة يا عبد الوهاب. وأهم خطورة إنك يكون عادي عندك هالخطاب عندك. هذه أيضا خطورة. ولكن اللي تغير لما صار الانفجار مو في بغداد، مو في دمشق، صار في قلب الكويت، صار في شرق. نعم. يعني كل الكويتيين خلال الأسبوع اللي طاف مروا على هالمسجد في شارع حيوي جدا. أنا أعتقد اليوم الدولة بدون لا تسوي شيء زين راح نلاحظ في تغير كبير في تعاطي الناس مع الفكر الداعشي. وأنا بديت أتلمس اليوم في مواقع التواصل الاجتماعي الناس ترى تغيرت. ها يعني بعد الحادثة أصبحت أكثر جرأة أكثر صراحة، وسهلت على الإعلام الرسمي. اليوم الإعلام الرسمي مهمته صارت أسهل 100 مرة في التوعية، لأن ما حد بيتصدى لك. أيوة، لأن البيئة والرسائل خصبة صارت جاهزة. فالأمور للأفضل في ما يعني تحاول تطرحه من مشكلة. تعقيبك عبد الله على تعقيب، يمكن أنا مساعد يعني تكلمت لأن عبد الوهاب عفوا يقول إن شو الفائدة من تطبيق القانون؟ ممكن حساب يطلع لك في روسيا. يعني نتكلم اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي. كيف راح تبدأ؟ يعني ما قلتها بهالصورة، راح أوضحها أكثر. ما في مشكلة، بس على شكل عام. لا لا بس لا لا تفضل. أنا بالنسبة لي تطبيق القانون مهم جدا، وهذا وقته. اليوم الناس مجرد شعره تذكر يوم من عبد الله عبد الوهاب يقول الوعي اهم من تطبيق. والله اقدر يعني كلام عبد الوهاب على عينه وعلى راسي. يعني طبعا الوعي مهم جدا. الوعي مهم جدا، ولكن علينا احنا ايضا نخلق هذا الوعي. اليوم لما عبد الفتاح العلي قام بحملات في المرور الناس بدات تخاف. اللي حط حزامه واللي هد تليفونه واللي خفت الزحمه الناس فعلا الناس حست انه في شيء مختلف. يمكن كان مجرد شعور بأن القانون يطبق. اليوم لما الناس تشوف بأن اللي سيء واللي حرض واللي قل أدبه واللي ما يحترم الآخر يسرح ويمرح، دائما الناس راح تأخذ راحتها. مجرد شعور الناس بأن هناك حزم في تطبيق القانون، أعتقد بأن هذا راح يزيد من الوعي اللي يتكلم عنه عبد الوهاب. اليوم أيضا أنا أرجع مرة ثانية حق نقطة المناهج. المناهج مو بالضرورة فيها شيء غلط، خلينا نرجع للمناهج ونراجعها، خلينا نشوف شنو فيها من 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 مكونات ومن محتويات قد لا تؤدي إلى قبول الآخر. ما ما عبد الله المناهج طول عمرها يعني ثابتة، شو اللي تغير؟ المناهج ما اللي تغير فكر الناس. المناهج عدل. المناهج خلقت منه اللي قاعدين قدامك، خلقت عبد الوهاب اللي ما قصر، خلقت عبد الله وخلقت مطر وخلقت هذا التلاحم. ولكن بالمقابل نفس المناهج هي ذاتها التي خلقت عندنا ناس سهلت على هذا الإرهابي انه يدخل مسجد الإمام الصادق ويفجر الناس. نفس هذه حتى الأسر، احنا ما نقدر نتهم الأسرة مباشرة، ولكن نقول المناهج هذه اللي سوت 70-80-90% زين قد يكون فيها. اليوم كان معي بنشرة ثلاث العصر أستاذ الإعلام الاجتماعي. نعم. أو أستاذ الاجتماع الدكتور محمد الحداد قال إن السبب الرئيسي هناك حاضنة لهؤلاء الأشخاص. نعم تمام،
الحاضنة أنت ليش ما تناقشها؟ ليش ما تأثر عليها؟ الحين نتكلم عنها. أنا أقول موضوع المناهج هذا موضوع أبي أتجاوزه. موضوع القنوات تحديداً عشان تخلق وعي، عشان تخلي وسائل التواصل الاجتماعي والناس الطيبة والناس المؤثرة والإيجابية والناس المحترمة المعتدلة يرتفع صوتها، لازم تسكت الأصوات الأخرى. الأصوات الأخرى اللي هي الداعية إلى خطاب الكراهية وفقه التكريه، هذيل ناس متواجدين علانية أمام الناس في وسائل التواصل الاجتماعي وفي وسائل التواصل وفي وسائل الإعلام التقليدية. يجب أن تخرس هذه الأصوات لتعلو الأصوات المعتدلة مرة أخرى. وسائل التواصل الاجتماعي قامت بدورها اليوم، أكثر من هاشتاج كان يدعو إلى وحدة الصف وإلى نشر الوعي اللي تكلم عنه عبد الوهاب. اليوم أنا كنت مشارك في دورة الرضان. دورة الرضان إحدى المؤسسات التي تحملت واجبها الاجتماعي ومسؤوليتها الاجتماعية والوطنية أيضا، يعني وزارة الشباب أيضا، الشركات بشكل عام. أنت شلون شايف دور وزارة الشباب؟ يعني معالي الوزير أيضا أطلق مجموعة من المبادرات الشبابية والمشاريع الشبابية، وكان أنت ويا عبد الوهاب إحنا نذكر سوينا مشروع قدمناه اللي هو مشروع الكويت تسمع في الديوان الأميري، كانت هناك وثيقة. أيضا الدولة في هذا الجانب ما قصرت في قضية يعني ملء فراغ الشباب. وين وصلنا في هذا الجانب؟ يعني في موضوع الكويت تسمع، ما هو موضوعنا حاليا، خلينا نتكلم عن دور وزارة الشباب. تأثير وزارة الشباب اليوم، لأن في نظريات في الإعلام عبد الله، نظريات التطهير النفسي الكاترايسس في بعض من الأشخاص ما عنده شغل بطالة، لكن لما تشغل في مبادرات تبنتها الدولة يختلف تفكير هذا الشخص. صحيح. أنا أشوف وزارة الشباب من ناحية المبادرات قامت بهذا الدور. اليوم وزارة الشباب وشبابها العاملين فيها تحملوا مسؤوليتهم المجتمعية بكل صدق وبكل إخلاص، واشتغلوا على طول، عندهم حملات، عندهم رسائل. الحين يمكن إحنا ما كنا جاهزين حق هالنوع من الكوارث أو الفاجعة جتنا، لكن وزارة الشباب وغيرها من وزارة الشباب اليوم طلعت حملة اسمها صف واحد، رسائل إيجابية، أحضرت عدد من المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي لتوجيه رسائلهم للحث على وحدة الصف، للحث على الحرب على خطاب الكراهية. أنا أقول بأن وزارة الشباب قامت بدورها مشكورة. أيضا دور الناس أيضا عبد الله، الناس أيضا لها دور مهم أيضا. طبعا الحين يعني الحين هذا البيوت، الحين مؤسسات الدولة، الحين هذا البيوت، الحين لازم نرجع لمؤسسات المجتمع المدني. نرجع مؤسسات المجتمع المدني والناس. طبعا لها دور كبير، ويمكن احنا قصرنا. ما تشوف ان دور مؤسسات المجتمع المدني غائب جدا؟ احنا قصرنا، اغلب الضيوف اللي قاعد نقابلها بان هناك دور على مؤسسات المجتمع المدني. صحيح. انه غائب جدا. شوف، كانت الانفجارات حوالينا على بعد كيلومترات في القطيف وفي الدمام، كنا حاسين انه في شيء قريب ممكن، بس ما كان الشعور من داخل اي والله راح يصير شيء. لذلك اعتقد ان تراخت مؤسسات المجتمع المدني، لها دور كبير ومهم جدا. اليوم احنا مرينا في تجربة اعتقد من بعدها مثل ما قال عبد الوهاب، مؤسسات المجتمع المدني، مؤسسات القطاع الخاص، مؤسسات الدولة، الافراد نفسهم كلهم راح يعيدون النظر بادوارهم خلال الفترة. عبد الوهاب قبل تعقب، تبي تعقب ولا اسالك؟ ترى على راحتك. انا خليك على راحتك. الله يجزاك، بعقب على نقطتين وبعدها اسال اللي ثاني. تفضل. بالنسبه حق موضوع القانون، ارجع على موضوع القانون والوعي الى اخره. انا النقطه اللي يعني اللي ابي اركز عليها، ان بالعاميه بين قوسين الخرعه والخوف تسهل على الدوله رفع درجه الوعي عند الناس و استعجال تشريع القوانين اللي تحمي البلد من هذه الامور. لكن البعض ينتقد يقول احنا ممكن التعدي على الحريات. احنا عارفين طبيعه التركيبه السياسيه في الدوله. حلو. اليوم انت الاصطفاف اللي خلف القياده السياسيه وخلف الحكومه وخلف الاجهزه الرسميه غير مسبوق. صحيح. وما راح يرجع لك مره ثانيه. الله عطاك مني ل يعني فاستثمر هذا الوضع ثلاث شهور. هذا حد قيشك. اي حد قيشك ثلاث شهور. اليوم تقعد اجهزه الدوله تسكت عن هذه المواضيع، وبعدها تجيني عقب سنه وتطلع لي قانون ما يتماشى اللي احنا انشغلنا في قضايا ثانيه، وبعدين تقول ما في توافق والى اخره وتخترب السالفه. فانت اليوم عندك مجتمع جاهز لتشريع قوانين تحد من التطرف بشرط انك ما تتعدى على حريات الناس، وان لا يستغل بشكل سلبي كفرصه يعني تكميل حريات وغيره من هذه الامور. عندك المحكمه الدستوريه اللي تشرع القوانين يعني. الان شرع القوانين. وين قوانينك اللي تروح؟ انت شايف اليوم من مواقع التواصل الاجتماعي من خلال خبرتك من عام 2009 مع الفيسبوك كما ذكرت قبل شويه، الان انت الان لو
أخذ برأيك عبد الوهاب مع أخوي عبد الله، شنو المواد اللي أنت ودك الآن تفعل؟ لا أنا سلمك الله، لما أي حل الواقع الكويت موقع التواصل الاجتماعي أشوف اللي سبقونا وأبني عليها تحليل، بس خصوصيتنا تختلف عن الآخرين بغض النظر. أنا أكلمك عن بلاتفورم، عن شركة تتعاطى مع كل الدول بغض النظر عن الخصوصيات. الواقع اللي قاعد يصير اليوم مو احنا اللي نتحكم في كيفية، في بعض الدول بالمناسبة تمنع الانترنت. اي بس انت ما تقدر تمنع الانترنت في الكويت. انت اليوم على سبيل المثال في تويتر، انا اضرب مثال في تويتر تلغي حسابات يعني المتطرفين مثلا، يعني او المتهمين بالتطرف. يعني في ناس مثلا تويتر شطبوا حساباتهم في تويتر، وبالانستغرام شقار. عرفت علي؟ في الان المجتمع الدولي قاعد يحاول أن ينظم هذه العملية، وتكلم فيها وزير العدل والأوقاف يعقوب الصانع في إحدى مداخلاته في مجلس أمة بأن في اتفاقية لازم توقعها الكويت. وبالتالي اليوم هناك هم اللي يتحكمون فينا، لأن هم ملاك الشركات، هم ملاك تويتر، هم ملاك الانستغرام. إحنا نقعد نشرع قوانين ونتناجر بينه وبين بعض على شنو؟ ما لنا سيطرة حتى نصك واحد بلوك كحكومة، ولا راح يكون عندنا. ممكن هي تلغي التطبيق بالكامل. شلون؟ ممكن الشركة تلغي التطبيق بالكامل. ويقول لك يا حبيبي ارتفع عرون راسي، الكويت كلها ما احنا مزودينها في الخدمة. فبالتالي مو بيدنا القرار. عشان أقول لك أنا ماني ضد القوانين ولا ضد تشريعها، بس لما تقول لي أنا بشرع قانون حق تويتر قاعد ضيع وقتي، قاعد ضيع وقتي ووقتك ووقت الناس. بالمقابل ركز على الوعي أفضل. ليش؟ لأنه مو بيدك القرار. بس الناس ما راح تستغني عن وسائل التواصل الاجتماعي. لا ما تستغني. إيه، وبالتالي هو ما راح يضيع وقتك على الواقع وراح يشرع لك تشريع. مهما شرعت ما تقدر. إيه قصدك اليوم صدنا تويتر، سناب شات كل 10 ثواني يمسح، عطني تشريع. يجيب خبراء القانون بالكويت كلهم يلا شرعوا لي شيء على سناب شات، 10 ثواني ويمسح. مو 24 ساعة؟ لا مو 24 ساعة، في بعضهم دايركت تقدر تدزه. فهمت عليك؟ كل ما لو الامور تتعقد وانا بس اقعد اشرع حق تويتر وبعدين يطلع. جميل هالنقاط اثرت عبد الوهاب، بس برد على قضية الان التفجير اللي صار في الكويت متزامن مع فرنسا مع تونس. نعم. امام يعني مجرم دولي الان الايديولوجية هذه. نعم. هذه التفكير، كيف ممكن ايضا في وسائل التواصل الاجتماعي نتصدى لها يا عبد الله؟ يعني القضية مو قضية أن الكويت مشكورة ما قصرت، أنت يعني المسلسل الوطني جاز التعبير، الانفجار، حضور سمو الأمير، تعامل أجهزة الدولة، وسائل الإعلام، الإعلام الرسمي، وبالتالي وصلنا إلى نتيجة جرعة وطنية تضاف إلى جرعات الوطن التاريخ الطويل في الكويت. اليوم إحنا أمام مشكلة في فرنسا وفي تونس وفي الكويت وهو نفس المجرم، كيف نتعامل معه؟ لو كنت ضيفك قبل أسبوع وقلت لك دير بالك ترى بعد أسبوع ممكن يصير انفجار، كان ممكن تضحك علي. أنا ممكن ما تطلع مني هالكلمة، لأن ما كنت أعتقد بأن دولة آمنة متحابة متعايشة مثل الكويت ممكن تشهد مثل هذه الأحداث. ولكن خلينا نتفكر، قرأنا العديد من التفاصيل، وأنا أتكلم عن التفاصيل التي نقلتها وزارة الداخلية تحديدا، وأيضا مصدر الآخر هو جريدة الجريدة التي نقلت عن مصدر أمني قبل قليل. لما هذا الشخص يطير بطيارة ويطلع ويأخذ سيارة ويقعد مع ناس في بيت ويطلعونه ويودونه ويوصل له الحزام الناسف اللي واصل له قبل 3 أيام عن طريق منفذ النويصيب، وفي مكان معين بدل فيه، وفي مكان معين شغل أموره ورتب أموره، معناته هذا الشخص اللي مخه مغسول وجد هنا مجموعة بيئة معينة، ثلاثة أربعة خلية معينة محتضنته، قالت له حياك الله. لو لم يجد أن هناك من سيفتح له الباب ويقول له حياك الله ويستقبله بالمطار ويوصله لما جاء. هني نرجع مرة ثانية بأن، وأنت تعلم ونعي يعني بأن اللي حدث في الدمام و بالقديح العنود قريب جدا منه، وحزتها وزارة الداخلية خذت عدد من الإجراءات الاحترازية. لا خلينا نتفكر بدون يعني خلينا نتفكر شوي، نتخلى عن والله حساسيتنا. أنا عارف أنت تقول والله لازم نضبط العملية 100%. طبعاً. يعني هل تستطيع أن تضبط المسألة؟ لا ما نضبط. يعني إحنا لسنا مجتمع ملائكي. بس إحنا خلينا نتفكر. ولا يعني مدينة فاضية. هل إحنا مقصرين خلال الفترة اللي فاتت؟ هذا السؤال. اليوم كلنا أشدنا بدور وزارة الداخلية اللي استطاعت خلال أقل من 24 ساعة بأن تحدد الأسماء وتطلعها لنا للعلن وتقوم بعدد يعني كبير من الخطوات خلال وقت قياسي. شكرا جزيلا وزارة الداخلية. شكرا وزير الداخلية. إلا أن ذلك لا يمنعنا بأن نناشد وزارة الداخلية، يا وزارة الداخلية، السائق اللي طلع اسمه وأعلنته أن أمس كان أحد أعضاء خلية أسود الجزيرة اللي راح فيها حبيبنا ولد الأيوبي،
وطلع من السجن، معناته كان تحت عينكم في فترة معينة. يا جماعة الخير، الناس بدأت تخاف، الناس تقول دام في بيئة حاضنة. هل تعلم وزارة الداخلية وغيرها من أجهزة البلد مثل أمن الدولة وين كانوا ومنو هم وكم عددهم وشنو عندهم بالمستقبل ووين مخططين بعد؟ هذه كلها أسئلة تشغل الكل. طيب وزارة الداخلية على قدم وساق بأمن الدولة عندهم معلومات لا يشيعون أنا على يقين. لا أنا على يقين. أنا عارف مواضيع حساس إحنا ما ندري عنها. طلع عبد الله عدل أنا على يقين. أبي اليوم تقول لنا أجهزة الدولة تريحني. أنا خايف، أنا عندي 3 عيال خايف عليهم، أنا عندي أهل، عندي ناس تصلي في مختلف مساجد الكويت، عندي أصدقاء، عندي أحبة. هل في إجراءات احترازية؟ هل قمنا بشيء معين؟ أبي شيء ملموس أمام عيننا نحس بأن هناك في خطوة. طبعاً الموضوع أن أهم استطاعوا الوصول إلى الجاني خلال فترة قصيرة هذا الموضوع يشكرون عليه، إلى أن احنا بعد نبي بالمستقبل نبي خطوات احترازية أخرى، نبي القانون يفعل، نبي شعور بأن هناك قانون يجرم ما يحدث، وكلهم يعلمون أين هي منابع هذا الفكر المتطرف. إذا سكرنا هذه المنابع صدقني مع ارتفاع نسبة الوعي، وسائل التواصل الاجتماعي، الإعلام التقليدي، مؤسسات الدولة، مؤسسات المجتمع المدني والمناهج، بإذن الله راح نكون صحيح. سوينا شيء إيجابي جميل. لهذا المجتمع. عبد الوهاب، أمريكا يعني بلد ديمقراطي لا مجال في ذلك في الحديث عنه، والكل يشيد في الولايات المتحدة، مؤسساتها عندها أكثر من 300 مواطن أمريكي، أكثر من 250 مكون اجتماعي، وبالتالي القانون يطبق إن أي بني آدم حاد عن يعني الوطنية الأمريكية، وبالتالي نحن بلد صغير نفس الكويت، نتعدى 1,200,000، إحنا مقبلين على قانون وقانون مهتم في النشر الإلكتروني. عبد الله قبل شوية قاعد يقول أيضا إن الناس محتاجة إلى توعية، الناس أصبحت الآن تتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي وبالتالي ما عندها الثقافة. يعني واحد عنده 12-10 سنوات يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي يقول كلام لا يعي أيضا قيمته أو تفكيره، بالتالي المسؤولية اليوم قبل تشريع القانون اللي أنت قاعد تتكلم تقول والله القانون ما منه فائدة ما كان في وعي للناس، مسؤولية من الوعي؟ نعم واضح. أنا بس يعني أبي أذكر موضوع، يعني راح أجاوب على هذا السؤال، بس أبي أذكر بكلمة صاحب السمو والبيان اللي أصدره ليلة يعني تفجير بأن الكويت عصية على الإرهاب، وهذا يعني ثقتنا كبيرة بكلمات صاحب السمو وبأجهزة وزارة الداخلية. على الصعيد الشخصي أمانة ما أفهم الإجراءات الأمنية شو لازم تصير، هل الداخلية ماشية صح كتكتيك أمني ماشية غلط، ما أدري صراحة، ولا أبي يعني أتكلم في هذا الموضوع. بس اللي أتمناه بأن الحياة ترجع إلى الكويت تدريجيا. يعني اليوم يعني مع أنا في ناس نقلوا لي يعني بأكثر، يعني على سبيل المثال في سمعنا عن بعض المساجد تقلص عدد المصلين فيها، الأفنيوز ناس كانت تروح تمشي كل يوم في انخفاض بنسبة 50% من عدد، فهذه الأشياء اللي أنا بسبب الإشاعات بسبب الإشاعات يعني يعني ما في خلاف ما في خلاف. فإحنا يعني ما بي أقول ما بي يعني أقول وزارة الداخلية سوي كذي لا تسوي كذي، يعني ما أعرف، يعني مو أنا اللي راح مو دورك أتكلم يعني، لكن أيضا دورك بالتوعية فأنا أتمنى أن يعني أكد على كلام صاحب السمو بأن الكويت عصية على الإرهاب، ويجب أن نثبت هذه الكلمات بممارسة حياتنا بشكل طبيعي، وأن نرجع مرة ثانية نمارس حياتنا. بعد يعني اليوم باكر ثالث يوم عزة إن شاء الله، بعدها يجب أن يعني نحفز الناس على يعني الحياة الطبيعية، وإحنا عايشين الحياة الطبيعية الوعي الإعلام الإلكتروني ما في أحد في الدنيا يعارض يعني تنظيم أمور فالتة زين كمبدأ. ما أنت شايفها أنها فالتة الآن؟ طبعا ما قلت لك أنا فوضى، إحنا عايشين في فوضى إعلامية مو خلاقة بعد. نعم مو فوضى، جزء منها خلاقة وجزء منها يعني طبيعي. راح نتكلم على النقطة عبد الله الطبيعي وأن الإيجابية والسلبية فيها. تفضل عبد الله. نعم، ما في أحد يمانع بوجود قانون الإعلام الإلكتروني ينظم الحياة وينظم طبيعة هذا الإعلام، ولكن يجيب لي قانون يركب الحين بغض النظر على موضوع
حريات ما حريات. يمكن هذه أمور أنت تشوفها بالعكس معطي مساحة حرية كبيرة هذا القانون، وأنا أشوف لا والله يضيق على الحريات. ليش؟ لأن هذه أمور مطاطة، ما في، ما تقدر تحطها على مستوى الآخرين وركبها عليك. اقتبس من الآخرين اللي سبقوك في التواصل الاجتماعي وفي القانون النشر الإلكتروني، والتاريخ طويل بهالدول الأوروبية والأمريكية المتطورة المتحضرة. الدول الدول الأمريكية يعني أمريكا على سبيل المثال بما أنك طريتها، شلون تقدر تسيطر على الإعلام الإلكتروني؟ شلون؟ لأن الإعلام الإلكتروني الشركات المصدرة للإنترنت مرخصة بأمريكا، فأنا ما يود الإعلام الإلكتروني، أنا يود الشركة، يود تويتر، يود إنستغرام، أجبره غصب عليه أنه يمشي على الإجراءات الأمريكية. حكومة الكويت شو بتيود؟ شو بتيود حكومة الكويت؟ ما عنده شيء تيوده. ليش؟ ليش؟ لأن ما أساس الشركات هذه ومزودين الإنترنت، فهناك لما يروحون يتكلمون قانون إعلام إلكتروني عندهم سيطرة. اليوم الكويت لما تتكلم عن المرئي والمسموع عندها سيطرة. ليش؟ لأن الصحف تراخيص كويتية، والقنوات تراخيص كويتية، أقدر أضبط على الإعلام. لكن هذا يعني هذه رقم واحد، فضاء مفتوح. أيوة ما تقدر تضبط هذا رقم واحد. فبالتالي انت تقول انا بي اضبط خدمات اخباريه ولا مواقع الكترونيه، لا ما تقدر تضبط. يعني بتسوق، احنا يعني احنا لو نيتنا شينا مع الدوله نقول لهم يا ساعه المباركه مروا القانون، مروا القانون يلا طبقوه كفو، ما راح يطبق مثل حاله حال كثير من القوانين. لكن حرصنا على الدوله وتنظيم هذه الحياه نقول لهم لا وقف هذا القانون، ما راح تقدر تطبقه. زين، طبعا في كثير من الجوانب حلقتنا مو على الاعلام الالكتروني، طبعا مثلا يعني في وايد شباب افتحوا مشاريعهم، افتحوا مشاريعهم من الاعلام الالكتروني. وهذه نقطتنا، هذه نقطتنا بس حق عبد الله اذا تسمع. ما بيقاطعك بس راخذ عبد الله. في ناس يقول عبد الوهاب افتحوا مشاريع استفادوا من مواقع التواصل الاجتماعي، وللطرف الاخر في ناس صدرت مشاكلها في الخارج الكويت، يعني شتان بين المشرق والمغرب. احنا شو نقدر نستفيد من هالشغله، وشو نقدر ايضا نوجه شبابنا وأيضاً بناتنا؟ شوفوا يعني وسائل التواصل الاجتماعي للأمانة إحنا ما بعد يمكن اليوم صار الحديث كله عنها، لأن إحنا عبد الوهاب وأنا من الشباب المتواجدين في وسائل التواصل الاجتماعي، بس إحنا ما نبي نحملها المسؤولية. وسائل التواصل الاجتماعي اليوم قدمت أسماء لها رسائل جميلة، قدمت ناس إيجابية، قدمت ناس عندها مهارات، عندها مواهب، قدمت ناس عندها مشاريع رائعة، قدم أوصلت مواهب وكفاءات كويتية إلى العالمية. وسائل التواصل الاجتماعي اليوم بالكويت أنا أشوف بأنها استخدمت استخدام جميل أمثل. إحنا متقدمين. عبد الوهاب تذكر يوم رحت مرة من المرات إلى دورة في الولايات المتحدة الأمريكية، قلت لي بأن لما شاركتهم بتجربتك، تجربتك متقدمة على تجربتهم يعني بسنين، عدل ولا لا؟ إحنا اليوم متقدمين على غير متقدمين، حتى على اللي يعني عندهم وسائل التواصل الاجتماعي. لا نحمل وسائل التواصل الاجتماعي بس، وسائل التواصل الاجتماعي مثل ما فيها بعض الحسابات التي تتحدث بتطرف، وهناك بعض الحسابات التي تروج للإشاعات، هناك الكثير من الحسابات التي أبدت مشاعر التعاطف والتعايش والرقي والسمو والمحبة والوحدة. هذه وسائل التواصل الاجتماعي بالكويت، وفيها فكر وفيها تنوير وفيها لا لا 100% لا لا 100% نعم. ما نبي احنا كنا قاعد نتكلم، قاعد نحاول نحط ايدنا على الجرح في بدايه كلامنا، الى ان احنا ما نبي نحمل وسائل التواصل الاجتماعي المسؤوليه. وسائل التواصل الاجتماعي فيها العديد من المؤثرين، في ناس تشوف ان بعض المؤثرين عندها تحفظ عليهم، لان الكثير من المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي تحملوا مسؤوليتهم الاجتماعيه، كانوا ينفون الإشاعات، كانوا خير عون وسند ويد يمنى لأجهزة الدولة في نقل الحقيقة. في ناس كانت تنطر البيان الرسمي لوزارة الداخلية قبل نقل أي خبر، تبحث عن المصدر. نعم هناك البعض اللي حاول. نتكلم عبد الله مع شباب يعني شديد الخطورة، العمر العمر ما له شديد يعني مراهقين، كيف ممكن لهذا الشخص أن يكون له رقابة ذاتية؟ هذا الشاب أنت كيف توجه له رسالة عبد الله؟ أنا أوجه الرسالة إلى من يتابعهم هؤلاء الشباب، الشاب الصغير والشابة الصغيرة، تتابعوا الناس، والناس مو بالضرورة يكونون عميقين، مو بالضرورة يكونون مثقفين، مو بالضرورة يكون عنده رؤية، ولكن أنا متأكد بأنه عنده حب لهذا الوطن، أنا متأكد بأنه عنده ذرة من تحمل المسؤولية الاجتماعية. يا مؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي انتقوا رسائلكم، يا مؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي تخطت دورها عبد الله الآن إلى دور تخريبي على صعيد المجتمعات. لاحظ أنها صارت كأنها حرب إلكترونية. صدقني ما يخالف، أنت قاعد يعني أنت حاس بأن لوسائل التواصل الاجتماعي دور سلبي. يعني مو حاس، الناس حاسة يمكن وارد، وقد يكون جزء من التحريض وجزء من
فقه التكريه هذا وخطاب الكراهية كان متواجد في وسائل التواصل الاجتماعي. بس أيضا لابد أن تحمل بعض الصحف وبعض المؤسسات وبعض التلفزيونات وبعض المشايخ وبعض الكتاب وقادة الرأي. اليوم اللي في وسائل التواصل الاجتماعي شباب في مرحلة النضج، بعد ينضج، قاعد يحاول يطور نفسه، قاعد يحاول يقدم رسالته. لذلك رسالتي لهم، أي شخص كان حتى لو ما كان دوره الرئيسي في وسائل التواصل، أي موهبة عندك. طيب هذا مو كان أيضا من باب أولى، إذا يعني يتفق معي عبد الوهاب، أن نضع منهاج في وزارة التربية أيضا أن يكون هناك تربية إعلامية كيفية التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، هي أفضل أيضا من القانون. ممتاز، دام أنك يعني طريت هذا الموضوع وأخوي عبد الله تكلم عن الدورة اللي أنا رحت لها بأمريكا، خلت أتكلم عنها بشكل إيجاز وأقول لك شلون الأمريكان عالجوه من ناحية التربية. تفضل. طبعا انا تشرفت بالسفاره الامريكيه والخارجيه الامريكيه مشكوره، اختاروني من بين 23 شخص على مستوى العالم، نقوهم من كل دوله، انا كنت من الشرق الاوسط، اللي مشاركه في دوره متقدمه جدا في مواقع التواصل الاجتماعي قبل 3 سنوات، ومن ضمن من كثر ما هذه الدوره متقدمه دخلونا على فريق الاعلام التواصل الاجتماعي مال حمله باراك اوباما مالت 2012، يعني قعدنا مع الفريق اللي كان يدير حملة أوباما فيها يعني. جميل. ومن ضمن الأمور اللي ناقشتها واللي أنا سعيت أمانة أني أجيبها الكويت، والحمد لله جبتها وصار في دورات عليها، ولكن يعني ما قدرت، ما أملك القوة أني أعممها يعني، لكن سويتها، جبناها وصارت بقاست وصارت أكثر من مكان. شيء اسمه نيوز ليترسي، علم جديد بدأ يطلع في الجامعات الأمريكية الحين، أتوقع وصل لـ20 جامعة، مادة إجبارية. تخيل في مادة تصير في جامعة الكويت إجبارية حق أي تخصص، مو بس تخصص الإعلام، حق أي تخصص. شنو وظيفة هذه المادة؟ أول شيء ما يدرسونها دكاترة، يدرسونها خبراء في الإعلام، صحفي قدير، يعني كاتب مقال، يعني القدم. شلون تستخدم، شلون تقرأ الخبر، مو تقرأ بطريقة القاء، شلون يدش مخك. في 4-5 فلاتر تدش للإنسان، يدري إذا الخبر هذا صدقي ولا لا. تعال أنت لما تسمع خبر من تلفزيون الكويت، منو تلفزيون الكويت؟ منو وراء تلفزيون الكويت؟ شنو المصدر؟ شنو مصدر تلفزيون الكويت؟ بعدين لما تسمع من الراي، منو الراي؟ منو ملاك الراي؟ لما تسمع من الوطن، منو الوطن؟ منو ملاك الوطن؟ شنو الخط؟ وشنو خط كل واحد؟ لما يجيك خبر من الراي تعرف البعد ماله، لما يجيك خبر من الوطن، لما يجيك خبر من تلفزيون الكويت، وبعدين ترى على فكره تعرف ابعاد الخبر. الدكتور الموسوي كان عندكم ضيف في تلفزيون الكويت تكلم عن هذا الموضوع، دكتور محمود الموسوي، دكتور الاعلام نجله تعي، تكلم عن هذا الموضوع، قال في 4 نقاط. زين الحين لما، هل هذا الخبر حلو ان الناس تسمع عنه ولا مو حلو؟ اذا مو حلو لازم تعود نفسك انه ما تنشره. طيب هذا الامريكان بداوا فيه، لكن احنا ككويتيين الان انا نسقت في السفاره الامريكيه وجزاهم الله خير، تفاعلوا معي ويابوا الدكتور هذا اللي يعني من مؤسسين العلم هذا، يابوا الكويت وسوينا دوره في قصد بالتنسيق مع السفاره الامريكيه، واتمنى يعني ان احنا نكمل لان الكويت فيها مثل حاجه حق هالنوع من المشاريع. شنو كانت النقطه الثانيه؟ احنا نتكلم الان على قضيه ايضا القانون اللي نتكلم عليه، وأن قضية أن غياب الأخبار، وأن في بعض الناس تتكلم على شائعات في ظل اليوم. أنت شنو أسرع طريقة ليكون للدولة تأثير في مواقع التواصل الاجتماعي؟ أسرع طريقة، ترى أنت الدولة إذا تنسق مع 10 شباب ترى تقدر توجه مواقع التواصل الاجتماعي، 10 بس. زين، وهذا اللي سواها محمد العبد الله لما انطفت الكهرباء في الكويت، ونسق مع المؤثرين. ترى محمد العبد الله ما سوى شيء مستحيل، ولا سوى ولا كلف شيء. الو عبد الوهاب، الو عبد الله، 5-6 شباب همتكم معانا، دور افراد المجتمع في مساعده ايضا السلطات الرسميه، قدرنا احنا نوقف يعني وقفنا وياه، وهو كان اكاونته في التويتر هو الرئيسي واحنا سند. طبعا انا بعطي كل واحد فيكم دقيقتين لان ايضا يعني الوقت يداهمني وانا ودي بس يعني اكمل معاكم، لكن الوقت تدرون انتم بعد يعني الاعلاميين تعرفون اهميه الوقت. الله يجزاك خير. فبختم هذه، بس بختم هذه النقطه، انه ترى التنسيق سهل. عادل الحشاش لما افتحوا حساب وزاره الداخليه في الانستغرام دق علي قال لي عبد الوهاب ما عليك امر، نزل لنا بوست بحسابك الشخصي عن الحساب. طلع على هالخشم ونزلته والناس تابع، تفاعل ايجابي جيد، سهل. الكويت سهل يعني، كلنا نمون على بعض ونعرف بعض، مو صعبه.
عبد الوهاب انا ودي الحين اخذ منك رساله الان، رساله في ظل هذه الظرفيه اللي كانت لها يعني صوره من صور التلاحم في الكويت، نسقطها على وسائل التواصل الاجتماعي، ايش راح تقول عبد الوهاب؟ نعم، انا اتمنى من كل متابع لمواقع التواصل الاجتماعي ووجه رسالتي للخدمات الاخباريه تحديدا بان السبق مو مهم، وتاكدوا من المصادر. صح اليوم انت ممكن يزيدون عدد متابعينك، لكن اذا اكتشفت الناس ان انت غير صادق في نقل المعلومه ترى كل متابعينك هذول ما منهم اي فائده، تاخر في زياده المتابعين، ولكن ابني قاعده جماهيريه فيها مصداقيه صلبه. احنا قعدنا سنين ترى علشان يصير عندنا فولورز، يعني انا ترى من 2009 مواقع التواصل الاجتماعي، مو في ناس بيوم وليله تبي تصير يصير عندهم 200,000، وصدق في ناس صاروا ترى بيوم وليله 100,000، لكن شوفهم فيشنج وهميين ما لهم اي تاثير. ليش؟ لان الناس تفقد الثقه. فيعني تركدوا شوي. تسلم عبد الوهاب. عبد الله رسالتك. انا اقول ختاما، اول شيء أعظم الأجر لكل أم فقدت ابن، لكل زوجة فقدت حبيب وزوج، لكل بنت فقدت والد، لكل أخت فقدت عضيد، أقول لهم عظم الله أجوركم، لكل عوائل الكويت، للقيادة السياسية في الكويت، إلى شعب الكويت عظم الله أجوركم. أحب أشكر كل من قام بدور خلال الفترة الماضية. نعم. شكرا للأطباء اللي سهروا وقاموا وسووا وتطوعوا، شكرا للداخلية، للصحة، للإعلام، لكل شخص ما نام خلال الأيام اليومين الماضيين إلا عدة ساعات لأنه يقوم بدوره وتحمل مسؤوليته الاجتماعية. وأقول شكرا لصاحب مبادرة بأن يكون العزاء في المسجد الكبير، لهذه المبادرة رسالة رائعة راقية وصلت إلى جميع الدول، وصلت إلى توجيهات سمو الأمير واضحة جدا. هذه التوجيهات رائعة جدا من صاحب السمو أمير البلاد أن يحتضن مسجد الدولة الكبير عزاء شهداء الكويت وشهداء تفجير مسجد الإمام الصادق. أنا أقول في الختام للأحبة في وسائل التواصل الاجتماعي، علينا اليوم واجب وطني، علينا مسؤولية اجتماعية، علينا أن نكون خير عون لأجهزة الدولة. مثل ما قال عبد الوهاب، السبق الإعلامي مو مهم اليوم، أكو مصلحة وطن، لذلك لنضع نصب أعيننا مصلحة هذا الوطن، لنتحمل مسؤوليتنا الاجتماعية، لنتحمل واجبنا الوطني، لنتحرى الدقة ولنتأكد قبل النشر. وأحب أشكركم على هذا الدور اللي قمتم فيه. شكر عبد الله بفتين زميلنا والإعلامي، وأيضا الشكر موصول لعبد الوهاب. ودك تقول شيء عبد الوهاب؟ لا بس مشكور. تسلم، ما قصرت. إذا المشاهدين الكرام، نتمنى أن يكون الدعاء بس مو للمصيبة أو للمشكلة أو في حاجة المرض، الدعاء إن شاء الله يكون كالهواء في الكويت، خصوصا في هذه الظروف اللي نعيشها. ندعو الكويت دائما في الخير والبركة، أيضا لأميرنا ولأيضا عموم الشعب الكويتي، والله يرحم شهدائنا الأبرار، وأيضا يشافي المصابين والجرحى. مستمر معكم في هذه التغطية المباشرة، زميلي عامر العجمي سيأخذ الآن المكان، وسننطلق إلى محطات أخرى وحوار جديد، وكما نشاهد المعزين في مسجد الدولة الكبير ومتفاعلين معكم عبر هذه التغطية. في أمان الله، شكراً.